ورينا هتعمل ايه يا وزير يا سابق؟ انت وامثالك كسبتي اشرف منكم، انت وامثالك اللي بعتوا الوطن، فاهم ولا لا؟ فاهم ولا لا؟ ارجوك يا بكري تعالى معايا بره شويه. احنا الوطنيين، احنا السلفه. بكري لو ما خرجتش دلوقتي هيا خدمك السكيورتي تخطفك بره. سكيورتي ليه؟ هو انا عملت حاجه؟ يا اخي مش انت اخدت اللي انت عاوزه؟ خلي عندك شويه دم. سبها ايه الست المسكينه اللي عمرها ما اذتك؟ عمرها ما اذتني؟ خلي حد غيرك يقول الكلام ده، ده انت حاضره الفيلم من اوله. لا انت كنت جاي وناوي على الفضايح بقى. لا اقسم بالله العظيم ابدا. مش احب اقول لجوزها عن نديم كمال والكلام الفارغ ده، لا 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 لا، بس اتقال وخلاص. انت قلت له ايه؟ بص انا مش عاوزه اعرف، ارجوك يا بكري امشي دلوقتي. خلاص أنا ماشي، بس صدقيني ما كنتش أحب اللي حصل يحصل. أنا ماشي يا سميرة. اتفضل. يلا. يلا سلام يا شباب. سلام يا شباب. رجعت الداخلية. الله يبارك لكم انتم. الموبايل المفاتيح حفظ خلاص. مش ممكن الراجل ده اللي يشوفه هو فاشخ ضبه كده وبياخد كل حاجه بالحب ما يصدقش انه لسه خارج من خناقه بنت كلب. انت عارف لولا ان هما منعين دخول اي مصور صحفي جوه الفندق لكان يبقى حديث المدينه. كوارث. ومين قال لك انه مش هيبقى حديث المدينه؟ طب لعلمك بقى اول واحد هيسيح لنفسه هو بكر الشربيني نفسه. تصدق بالله انت راجل اللي عندك لحس بوليسي ولا بتفهم ولا راجل هجاص كمان. بكر الشربيني هيسيح لنفسه؟ اه طبعا، بس هو مش هيقول بقى انه خرج افاي امر عيش من الفرح. ده هيقول لك انه تعرض لاعتداء من احد رموز الفساد في المجتمع وانه لن يصمت على هذا. وبعدين تلاقيه بقى بكره الصبح رافع لك قضيه في المحكمه ويطلع بقى في قناه الجزيره يقعد يهلل ويفضح الدنيا. ده غير جزيره بدران نايل. ده انا واحد من العيال اللي فوق بيقول لي ان الكلام اللي قاله ليونس الغول يودي في 60 داهيه. لبخ جامد يعني، ما سابش حد خالص. بص يا تنجي والله انت غلبان وهرالي. ليه؟ انت فكرك الراجل ده يعني زعل عشان الكلام ده؟ لا عشان ايه؟ ده زعل عشان خرج من السجن، اتحرم من الوجبه. انت هتهزر؟ ايوه يا ابني، انت فاهم اللي زي ده بيودوه يقطع حجاره في الجبل؟ ده يا ابني بيتسجن مع رجال الاعمال الهبيره اللي هو السجن ابو سبع نجوم دوت. توعدنا يا رب. ربنا يوعدك. ده تلاقي بقى عندهم ايه؟ الاكل يجي لهم دليفري، عندهم دش ومش بعيد وصله نت. الغريب انك لما تسمع كلام الراجل ده تقتنع بيه وتحس انه فعلا قلبه على البلد والشعب، انما لما تسمع الكلام اللي بيقولوه عليه تقول يغور ويغور اللي يجي من وشه. انا مش فاهم الراجل ده كويس ولا وحش ولا ايه. شوف يا راجل يا طيب، مفيش حد في البلد كويس غيرنا احنا. صح. ده احنا والله العظيم، شوف والله العظيم غلابة. لينا الجنه عشان شايفين كل ده ومستحملين. اسكت اسكت. انا مش عارف اخرتها ايه في الفرح اللي ما يعلم بيه الا ربنا. ده لحد دلوقتي فضحتين بجلاجل، تفتكروا هتوقف لحد كده؟ يا عم عمك جحا قال لك ايه؟ يا دي جحا. ايوه. ما دام الفضايح جوه القاعه وما خرجتش وجت رجلنا فيها يبقى مالناش دعوه. فاضل ثلاث ساعات على النبطشيه وتخلص. ادعوا ربنا انها تخلص على خير. ملعون ابوهم كلهم. جحا جه الفرح. الست نايمه. يا لهوي. ممكن تيجي معايا بره شويه؟ ها؟ انت مين؟ أنا سميرة طلعت، صديقة عمر الصافي ومديرة أعمالها، ومن أشد المعجبين بحضرتك وتاريخك الوطني. شفتي الخاين الجاسوس
ما قدرش يواجهني ازاي؟ ها؟ انا وقفته عند حد وانا خير ما عملت يا فندم. على فكره ده بني ادم حقير. صدق حضرتك انه جاي من غير ما حد اصلا يعزمه؟ ما بعرف حقير ويعملها. بس انا كمان مستحيل اصدق انه كنت عزمه بني ادم زي ده. انتوا ناس بتحبوا مصر ولا يمكن تسيئي لها بانكم تعزموا حشره زي ده. حضرتك الانفعال مش كويس عشان صحه حضرتك. يعني مش معقول حشره زي ده يعني يخليك تنفعل بالشكل ده. ما صحش. عندك حق. انا كان لازم امسك اعصابي لكن ما قدرتش. استفزني ببروده الحقير. بقول لك ايه، مش الجو مكتوم شويه هنا في القاعه؟ ايه راي سعادتك؟ من فضلك. اتفضلي يا فندم. كنت عايزه اسالك سؤال. قوي قوي، اتفضلي يا فندم. كنت عايزه اسالك عن زميلتك اللي حصل لها الموقف البايخ جوه. فاطمه. ايوه، هي اسمها فاطمه ايه؟ مش عارف والله، اصل انا جديد. طب ما تعرفش الاقيها فين دلوقتي؟ ما اعرفش، بس حضرتك بتسالي ليه؟ كنت عايزه اطمن عليها. هما بيقولوا ان هما بيحققوا معاها تحت. تحت ليه؟ هو في ايه تحت؟ اصل المبنى الاداري اللي عندنا تحت ده. الله، وحضرتك تعرفي فاطمه؟ اصل انا شفت اللي حصل لها وصعبت عليا قوي. حظها وحش قوي يا عيني. انت ما تعرفش اروح لها ازاي؟ مش عارف، بس ثانيه واحده اسالك المستر. يا مستر ياسين، دقيقه واحده معلش. الاستاذه عايزه تشوف فاطمه. فاطمه مين؟ فاطمه اللي الله لا لا، ما تقولي لحضرتك فاطمه مين. مين حضرتك؟ هو انتوا وصلتوا لايه في التحقيق مع البنت اللي تعرضت للاعتداء اللي شفناه كلنا جوه؟ انت هتفضل واقف كده ولا ايه؟ هتفضل شوف شغلك. اوكي يا فندم. حضرتك مين؟ انا رئيسه قسم الحوادث في جورنال الامل. وحضرتك معزومه هنا؟ ايوه طبعا، وصاحبه العروسه كمان. اطمن، انا مش بسال عشان عايزه انشر حاجه، انا بس عايزه اطمن على البنت. البنت زي الفل، اعصابها بس كانت تعبانه وروحناها تستريح، سوء تفاهم وخلص. اهلا وسهلا، استاذنك شوف شغلي. بعد اذن حضرتك. اتفضل. ما تصدقهوش، ابن كلب كذاب. فاطمه ما روحتش. فاطمه لسه محجوزه تحت في مكاتب الاداره. والله اعلم هم عملوا فيها ايه. كل ده ليه؟ علشان دفعت عن نفسها؟ هم ليه بيعملوا معانا كده؟ فاكريننا بهايم ما بنحسش؟ ارجوك يا استاذه خليكي جنبها، دي غلبانه وملهاش حد. ما تخافيش انت، بس قولي المكاتب دي يطرح لها ازاي. انا هوصل حضرتك لحد السلام. بس خدي بالك هما مش هيخلوا حضرتك تدخلي. خلاص ما تخافيش يا حبيبتي، متشكره قوي. اتفضل. اتفضل يا فندم. هي فين الاستاذ الصحفي اللي انت بتقول عليها دي؟ كانت لسه هنا حالا. هي راحت فين؟ مش مهم، انا هخلي الاستاذ سميره هي تتصرف معاها بطريقتها. قولي عملتوا ايه مع البنت الويترس؟ يا فندم دي بتستعبط، طالبه طلبات غريبه قوي. مش مهم، اتصرفوا وخلصونا. مش معقول مشكله تافهه زي دي مش عارفين تحلوها. انا هروح اشوف موضوع الصحفيه دي وبعدين هبقى اجي معاك اوريها العين الحمراء. سي با بوسيبل، اغرب ايفنت شفته في حياتي. العين الحمراء دي طلعت ارجل مني ومنك. بلعونا ابو ده زمن. ما تعرفش سيادتك ايه عليكي في نظرك قد ايه لما عرفت ان عليك اقصام. انا طول عمري اقول ان حسن باشا ده راجل مننا وحامل همنا والله. خلاص يا فارس خلاص، اطلع يا سيدي في وسط العماره وبشر السكان ان العميد حسن عليه سقط واحتمال يتحبس كمان. حد يستاجر يمد ايده على سيادتك؟ طب ده انا كنت اقطعها له. طب ده الواد بتاع شركه اللاكتوكات ده امسكته هنا ومرمطه بكرامه اهل الارض وقلت له ايه؟ كانك اتجننت ولا ايه؟ كان حسن باشا يعني بيتهرب منك؟ لا ده تلاقيهم بس في الوزاره يعني متاخرين عليه في صرف الحوار يا ابني، يعني لغايه بعد العيد يعني. ده الراجل عمره ما تاخر علينا في اي حاجه واضحه. شهريتي بيدهاني، المصاريف بيدهاني، حتى فلوس الزباله بيدهاني. الا بالمناسبه يا باشا،
فلوس النور السلم وصلت، تحب سيادتك تدفعها ولا خلص انا وبعدين نتحاسب؟ لا خلص انت وجمع كله وتحت امرك يا عم فارس. ماشي. المهم الصبح لو سمحت هات لي بس السباك. ثانية واحدة. مضمون. ايوه يا استاذة. ايوه يا حسن باشا. انا اسفة اني بكلمك في وقت متأخر كده. لا مفيش مفيش مشاكل. انا مش عارف اسمعك خالص، تكلم منين؟ اصل انا في فرح واحدة صاحبتي صافي سليم. ايه ده انت عارفها؟ ايوه عارفها من زمان. اصل حصلت حادثة غريبة النهاردة في الفرح وكنت لا لا مش حادثة بالمعنى، لا ما انا جايلك في الكلام اهو. لا لا انا هحكي لك، انا متأكدة انك مش هترضى بالظلم اللي هحكي لك عنه. في بنت ويترس كانت بتلف على الترابيزات، وانت عارف طبعا الوزير يونس الغول. محتاج إذنها؟ يعني طيب وصاحبتها قالت لك بيعملوا ايه معاها بالظبط؟ بيضربوها ده ايه الكلام الفارغ ده؟ طب انا جاي لك حالا. لا لا ما تقلقيش، انا فاهم ان انت موقفك حساس. مفيش حاجة، أنا هخش على طول على المكاتب الإدارية وهقول لهم إن أنا جالي بلاغ من مجهول. لا أنت ما تعمليش أي حاجة، ارجعي تاني أنت على الفرح اتصرفي عادي خالص، أنا إذا عوزتك هتصل بيكي. ماشي، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. أيوة فارس، في حاجة فاتتك من المكالمة تحب أصل الواد بتاع التكلوكات جاي. خلاص 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 خلاص، دلوقتي كنت أقول لك إيه أنا؟ السباك الصبح. انت دلوقتي هتطلع الشنطه عشان اروح مشوار الصبح، عايزك تجيب لي السباك يشوف الخلاط بتاع الحمام، وخد يا سيدي نور السلم وخلي الباقي علشانك. شكرا يا ابن باشا. اوعى ساعتك تكون بتديني الفلوس ديت يعني عشان اكفل خشمي. عيب يا باشا، سرك كبير والله، ده انت طلعت معباي زينا يعني. الله يكون في عونك يا باشا، ربنا يفك زنجتك يا حسن باشا، ربنا يكفيك الاقساط وشر الاقساط. فارس يعني خلاص يا حبيبي، هو انت لازم تفضحني حتى وانت بتدعي لي؟ خلاص خلاص يا باشا، ربنا يكفيك شر الاقساط. فارس وبعدين؟ ماشي يا باشا. والله العظيم لو كنت عارف ان اشوف الكلب ده هنا انا ما كنتش جيت الفرح خالص. انا صحيح الراجل بتاع واجب ولا يمكن تفوتني اي مناسبه سعيده او حزينه، لكن مش لدرجه ان اشوف حقير زي ده. اتفضل. وحضرتك بقى تعرف صافي من امتى؟ صافي؟ أنا عمري ما شفتها يا بنتي. أنا متابع أخبارها في الجرايد وفي قعدات النميمة بنسمع عن حكاياتها، خصوصاً حكاياتها مع نديم كمال. أنا صعبت عليا لما وقعت معاه، أنا أصلاً عارفه ده راجل مؤذي ووسخ وما كانش لازم تتورط معاه. أنا يا بنتي الحقيقة أنا كنت عايز أعترف لك بحاجة. أصل أنا استريحت لك خالص وضميري كان مأنبني. الحقيقة أنا جيت الفرح من غير ما أكون معزوم. ما أنا عارفة يا فندم. عارفة؟ بجد؟ وزعلت من نفسي جدا إن نسيت اسم حضرتك في قوائم الدعوات. أنا آسفة. لا لا يا بنتي، بنتي معذورة. هي بلدنا كده، البعيد عن العين عن الكرسي، بعيد عن قوائم الدعوات. يا خبر، ليه حضرتك بس بتقول كده؟ ده انت سعادتك شرفتنا النهارده. حد برضو يقدر ينسى تاريخك الوطني وامجادك الفظيعه للبلد؟ يا ما ناس كتير نسيت يا بنتي. ربنا ما يحكم عليكي وتجربي إحساس نكران الجميل والجحود لما تشوفي الناس اللي ياما خدمتيهم واستفادوا منك وعملوا ثروات، هم نفسهم الناس دي اللي بيتهربوا منك لما تطلبي مواعيد معاهم
أو ما يردوش حتى يرد على تليفوناتك ورسائلك وكل ده عشان سبت الكرسي. ولما تيجي سيرتك في قاعدة محدش يفتكر لك غير الوحش، وحتى الناس اللي كانت بتنافقك وتلحس الأرض اللي كنت بتمشي عليها، الناس دي كلها فجأة يخشوا في دور المصلح الاجتماعي وتبدأ تتكلم عن أخطائك وعيوبك بس. حتى أولادك وأهل بيتك وقرايبك اللي كل الناس كانت بتعاملهم أحسن معاملة بعد ما تسيب الوزارة فجأة يبان الوش التاني ويعاملوك كما لو انهم جربة. عن اذنك لازم ارد. ايوه ده كروري. ايه؟ ضابط بوليس؟ وده عاوز ايه ده كمان؟ ايوه ضابط، وبيقول انه جاله بلاغ من مجهول ان في واحده من الويترس تم الاعتداء عليها في الفرح، وبيقول كمان انها محتجزه بطريقه غير شرعي. مش عارف، مصمم يخش ويفتش. يا استاذتي العزيزه، ده بوليس، مين اللي هيعرف يقول له لا؟ مش عارف، هم حاليا بيحاولوا يعطلوا شويه لغايه ما يحلوا المشكله معاها جوه. والله مش عارف، اصلهم كانوا رف معاها شويه في الاول. احتياطي خلي صافي تتدخل عشان تلم سكاندال قبل ما يزيد اكتر من كده. مش عارف والله، يمكن الموضوع كان مترتب فعلا، اصل الضابط جاي معاه كل التفاصيل حتى اسم البنت وكل تفاصيل الموضوع. مش عارف جاب كل التفاصيل دي منين. لا، على كل، لو في اي حاجه جديده هتصل بيكي تاني. وانت متاكد ان ده اللي قاعد على ترابيزتها؟ ولو انا متاكده ان هي مبلغه، انا عارفه دماغها السم كويس. لا مش مترتبه، انا متاكده انه مد ايده على البنت، حالته صعبه جدا. لا لازم اقول لصافي، هي هتعرف تتصرف. انا نازله حالا. دكروري طمني، قدرتوا تطلعوا عملتوا ايه مع البنت؟ اوكي سلام. في ايه يا بنتي؟ مالك؟ شكلك مش عاجبني كده. اوعى يكون الراجل الجاسوسي الكلب ده رجع الفرح تاني. يرجع ده ايه؟ ازاي؟ ده طرد شر طرده. انا بس هستأذن حضرتك نص ساعه حتى على البوفيه واطلع لك تاني. خليك وخد راحتك. ايوه بس يا بنتي، انا كنت عايزه انزل معاكي، كنت عايزه اتاسف لصافي وعارسها على اللي حصل مني. كان لازم امسك نفسي برضو. لا خليك مرتاح، خليك، دي صافي بالعكس دي هي اللي هتشكرك. كفايه انا خلصتها من المتطفل ده. خليك مرتاح، انا مش هجيبه عليك ابدا. انت بس تخيل ان يونس الغولي يوم حادف سيرفيس البامي على باكر شربيني، وباكر شربيني مش عارف يعمل له ايه، يوم خاطف فخدة الخروف وجري وراه زي الشوبه كده يعني عشان يخبطوا فيها. يا عزيز انت مش معقول انت مش شايف مسخره الموسم السياسي اللي دي تفضل مكشر بالطريقه دي؟ انا مش فاهمك. مش ممكن يا فريد، انت غريب جدا يا اخي، ولا على بالك الورطه اللي انا اتورطت فيها دي؟ اي ورطه بس يا عزيز، وده اللي اتهزقت ده باكر الشربيني يا عمي. الورطه اللي حصلت دي برضو هتطرطش عليا. بكره الصبح هتلاقي في كل جرايد المعارضه اسمي بالبنط العريض، وفي كل الجرانين فضيحه الموسم، معركه بالشلاليت بين باكر الشربيني ويونس الغول في حضور الوزير عزيز الدبالي.
شكلي هيبقى ايه بس قدام القيادة السياسية؟ شكلي هيبقى ايه؟ وانت عارف ان البلد دلوقتي على باب تغيير وزاري، والمتربصين ليا ما هيصدقوا يلاقوا حاجة زي دي، وهيضربوني تحت الحزام طبعا. لا يا راجل، طب تصدق بقى انا عايز اقول لك حاجه، هم لو شالوك بسبب الحكايه دي انت لازم فورا تدور على بكر الشربيني ويونس الغول ده وتبوسهم الاثنين من بقهم عشان خلصوك من ورطه كبيره جدا. مش دي الوزاره اللي كل شيء يوم والتاني عمال تقول لي بشكلها مش عارف ايه مسؤولياتها، ولا ده كلام كنت بتخزبي العين يعني ولا ايه؟ يا فاروق يا فاروق، كل ده منك، قعدت تزن عليا عشان اجي، واديني جيت، ويا ريتني ما جيت. زي ما ده كلام يا عزيز، يعني صافي سليم تقصدك عشان تشرفها في فرحها وتخزلها؟ حتى مش جدعانة، ده السيد أفضل الست عليك وعلي أنا كمان، ما تزعلش يا سيدي. بص أنا لازم أقوم. لا 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 لا، أنت لو عملت كده ده أكبر غلط، أنت لو مشيت دلوقتي هتلفت الانتباه أكتر. بص إحنا هنستنى، هما مسيروا ما يفتحوا البوفيه هناكل وهنطير زي زمان يعني. ما حدش عارف يهزر معاك بعد كده ولا ايه يا عزيز؟ يا فاروق وطي صوتك، كنت بتهزر، كل اللي حصل ده منك، مفيش فايده فيك ابدا، مش هتتغير ابدا، مش هتتغير ابدا. مش قادر، مش قادر. امسك نفسك يا فاروق شويه، ما يصحش، ده انت عم تعمل الوزير يا اخي. يوه يا فاروق بجد همشي. سيادتك عارف ان التفتيش ده غير قانوني ومحتاج اذن من النيابه، واحنا سمحنا بيه عشان نثبت لك حسن النيه وناكد لك ان البلاغ اللي اتقدم لك ده بلاغ كيدي ملوش اي اساس من الصحه. يا باشا اعتبره تفتيش وقائي، احنا بس بنتاكد من صحه البلاغ. وبعدين حضرتك ما سمعتش عن قانون الطوارئ ولا ايه؟ الكلام ده يا باشا لو اتقدم لك بلاغ رسمي عن عمل ارهابي لا سمح الله. اخوانا انتوا مكبرين الحكايه ليه؟ الموضوع بسيط، هتقول للموظفه اللي اسمها فاطمه عشان اتاكد بنفسي هي محتجزه ولا لا. محتجزه؟ البنت خلصت الشيفت بتاعها وروحت. تمام، يبقى بعد اذنك اتصل لي بيها. ايه مش معقول ما عندهاش موبايل؟ اكيد انتوا بتدفعوا كويس للموظفين بتوعكم، ولا ما عندكوش نمره موبايلها، ولا اتصلتوا بيها وطلع موبايلها مقفول؟ يا معالي الوزير، علي الوزير، انا سايبه الكوشه وجايه لك لغايه الترابيزه عشان اطلب منك الخدمه دي. وعلى فكره الخدمه دي مش بس عشاني، دي عشانك انت كمان، وانت اللي لسه قايل بعظمة لسانك ان موقفك حساس والفتره دي بالنسبه لك حساسه جدا. يعني ما ينفعش نسيب شويه هو يفضحونا في الجرايد والمجلات، ده غير بقى الناس اللي بيكرهوني واللي بيكرهوك اكتر يا معالي الوزير، وانت عارفه، وعلى راسهم نديم كمال اللي انت عارف ومتاكد ان هو سبب المهزله دي كلها. صافي ست وزير ما يقدرش يتدخل، فعلا انه موقفه حساس، سيبيلي انت الموضوع وانا هتصرف. سميرة، ايه المسخره اللي بتحصل دي؟ لا ابدا والله يا دكتور صفي، مش قصدها حاجه، هي بس مش عاوز تقلقك. والله والله يطمنك. اصل بصراحه في مشكله، في حد قدم بلاغ كادي في موضوع يونس بي والبنت الويترس، وفي ضابط بوليس جاي يحقق في الموضوع، وصفي يعني مش عاوز الموضوع يكبر، ولو وصل للميديا هتبقى فضيحة. ربنا يستر. ماشي بجد.
ايه يا ست فاطمه؟ هتفضلي تفلي العقد كم مره؟ ايه؟ هنضحك عليكي ولا ايه؟ لا العفو، وهو انت وش ذلك؟ يا أنسة، العقد واضح وفيه كل الشروط اللي انت طلبتيها، وماضي عليه مدير الفندق، ومختوم بخدم الفندق كمان. مطلوب مننا ايه تاني؟ اصلا انا عارفه الصيغات بتاعت المحامين دي، ممكن الاقي نفسي لابسه مصيبه. الله يلعن الفرج على افلام العرب، لا احسد دماغ الناس. يا ستي احنا لو عايزين نضحك عليكي هنكتب لك كل اللي انت عايزاه في ورق رسمي. وده اللي قالي اللي صح، هو ايه اللي خلاكوا تغيروا رايكم وتوافقوا على طلباتي؟ لا دي باين عليها فاضيه، خد العقد وخليها تخبط راسها في الحيط. امضي فين؟ هنا. في ايه؟ زغزغة ايه وشنة؟ مش عايزين نوم. ايه ده، انت رايحة فين؟ رايحة الشيفت بتاعي. انت قلت لي عندك ربع ساعة وبقى لنا ساعة ما فيش أي تطور بيولوجي. هو ايه اللي ربع ساعة ونص ساعة وأنت ماسكة لي التايمر؟ في ايه؟ وبعدين قلت لك هديك الفلوس دبل. ما هو التوتر اللي أنت عاملاه لي ده هو اللي مبوظني من جوه أساسا. بقول لك ايه، ارجع عشان خاطري وحياه الاخوه اللي بينا، لا ترجعي وكل حاجه هتبقى تمام. تعالي بس اما نشوف. لا كل حاجه هتبقى زي الفل. ميدا انت لقيتي دواء الصداع بتاعك؟ كويس انك لقيتيه. النبي خوي تعالي بس انا افهمك. اطفي النور، اطفي النور. امال ازاي؟ ازاي؟ يو لان الضرقه تعور. انا مش هشوف كده. يو حرام عليك، زهقتني. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ يا ناقصه مش فاهمه انت خايفه ليه بس؟ يعني معقول بنتي دي هتروح تبلغ عنك مش شايفاها في وضع وشين زي ده؟ ما هي بتعمل عاملة زي دي، استني منها أي مصيبة، أكيد هتركزني ومش تستريح لما توديني في داهية. طب خلاص يا ستي، أنت اديني الماستر كي، ولو حصل أي مشكلة قولي إن وقع منك بالغلط، وإنك ما تعرفيش أي حاجة عن اللي حصل. إيه قلتي إيه؟ ما ينفعش. ما تخافيش، أنا مش هورطك. أقولك ما تخافيش. طيب، مفتاح أهو والأوضة أهي، وإحنا هنستناكي هنا. استرها والنبي يا رب. أنا مش فاهمة من فيكم المفروض يخاف من التاني. ولا تاني سايب اخته بتجوز وقاعد بس خفوق. الناس دي يا رب. امان امان يا لالي. سميره انت اتاخرت عليا ليه يا بنتي؟ ايه ده؟ انت مين؟ أنا سميرة بعتتني عشان أطمن على حضرتك وأشوف لك كنت عايز حاجة. جميلة سميرة دي. أنا افتكرتها نسيتني زي كل الناس ما بقت تنساني. تاخدي كاس؟ لا متشكرة، أنا مضطرة أنزل حالا. مضطرة تنزلي إزاي؟ ده أنا ما صدقت إنك جيتي. أنت تيجي تقعدي هنا معايا، اقعدي معايا لغاية ما تيجي سميرة. لا معلش استريح حضرتك، أنا هعمل تليفون وأرجع لك تاني. تفضل. تليفون؟ تفضلي. والله البنات دول حلوين ودمهم خفيف لكن غامضين، طول الوقت بيتكلموا في الموبايل. هما بيدفعوا الفواتير دي منين؟ الو ايوه يا حسن باشا. اخد اقواله ازاي بس يا استاذه؟ مش لما الاقي البنت الاول عشان تتهم واقدر ساعتها اخد اقوال واسمع اقوال الشهود؟ من غير ما الاقي البنت مش هقدر اتعامل مع الموضوع الا على انه بلاغ كاذب، وساعتها كمان شكلي هيبقى وحش قوي بصراحه. طيب بقول لك ايه، اقفلي دلوقتي هكلمك بعدين. سلام. لحسن الحظ يا باشا لقينا فاطمه. والله فين؟ ما كانتش بعيد قوي عن الاوتيل. النهارده زحمه زي ما حضرتك عارف. كلمناها رجعت على طول.
تخيلي يا فاطمه، في حد مقدم بلاغ ضد الاوتيل بيقول ان احنا محتجزينك وان في حد اعتدى عليكي. يظهر في حد بيهزر معاكي، بس هزاره تقيل وسخيف. فاطمه تحت امرك. انت مش كنت روحت يا فاطمه؟ ايوه حضرتك. وانت بتروحي باللبس ده؟ انت بتركبي ايه لما بتروحي؟ مفيش اكتر من التاكسيات يا باشا، بس يعني حضرتك انا بضطر امشي شويه كده بعيد عن الاوتيل عشان ما يفتكرونيش خارجه من الاوتيل يعني ويطلبوا اجره علي. باين عليها نبيها فاطمه. ايه اللي في وشك ده؟ ما شاء الله يا سعادتك عندك قوه ملاحظه. انا كنت فاكره يعني ان المكياج مش مبين اللي في وشي. الله يسامحه بقى الحاج، كان متقدم لي عريس وانا رفضته يعني، وهو بقى عايز يخلص مني ويتجوزني عشان مش موافق يعني على شغلي في الفنادق. حياتك بقى فاهم ولاد البلد يعني وفكرتهم عن الشغل في الفنادق. بس ما شاء الله الحاج ايده تقيله شويتين ثلاثة، ده انا وشي ما ازرقش كده ايام الملاكمه. بس هنقول ايه بقى، ابو خايف على بنته. بس هو الحاج يعني يا فاطمه ما خدش باله انك انت شغاله في فندق الا النهارده؟ لا ده كان امبارح. بس انا يعني ما عرفتش اجي امبارح عشان خاطر يعني اللي في وشي وكده، فاخدت اجازه عرضه، بس كان لازم اجي النهارده. فعلا سيادتك حصل، اصلها كانت مخلصه رصيدها من الاجازات. والله والله العظيم يا فندم. وطبعا انا لو طلبت دلوقتي ان انا اشوف الورق بتاع شؤون العاملين اللي ثابت منه انها اخذت اجازه هيطلع موجود في دولاب، والدولاب مقفول، والمفتاح مع الموظف المختص اللي بالصدفه واخد النهارده اجازه علشان متفرغ لضرب بنته. الموضوع اسهل من كده خالص يا باشا، احنا مش نقدر نوري الباشا الورق بتاعنا. امال كل شيء تمام، الدفاتر كلها مظبوطه يا باشا. ثواني، والورق كله يبقى عند حضرتك؟ يعني من الاخر يا فاطمه، انت ما ضربتيش يونس الغول بالقلم لما اتحرش بيكي، وهو ما ضربكيش قدام الناس. مين يونس الغول ده يا فندم؟ حلو حلو، تصدقي اي حاجه تانية كنت هتقوليها كنت هشك انهم محفظينك تقولي ايه، بس الاجابه دي بالذات حلو اقنعتني. غصبوكي ولا اترضيتي يا فاطمه؟ حضرتك تقصد ايه يا فندم؟ تبقي اترضيتي يا فاطمه. اقرب حمام هنا فين؟ والنبي يا اخوانا لو سمحتوا.